يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه الآية العظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى آية اشتملت على أعظم حق خلق الله عز وجل من أجله البشر، له دعوة الحق. ودعوة الحق كما فسرها العلماء كما نقل ابن كثير عن الصحابة رضي الله عنهم قال: له دعوة الحق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي التوحيد. له دعوة الحق أي التوحيد. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعوة الحق لا إله إلا الله. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي أنه يجب صرف العبادة لله عز وجل لا شريك له، هي حق خالص لله جل وعلا. له أي لله التوحيد الخالص والاعتقاد الجازم في أنه لا ينفع ولا يضر ولا يتصرف في الكون ولا يخلق ولا يشفي ولا يمرض ولا يحيي ولا يميت ولا يبعث ولا يخرج من المصائب والنكبات إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق الدعاء والتوكل والرجاء والخوف والرهبة إلا الله سبحانه وتعالى. لا تعلق قلبك إلا بالله جل وعلا، له دعوة الحق. ما هي الآيات والعلامات التي أثنى الله بها على نفسه حتى يستحق العبادة من دون جميع البشر؟ أي مخلوق العبادة ما حقته، العبادة لله. لماذا استحق الخالق سبحانه وتعالى هذه العبادة وهذه الآيات التي قبل هذه الآية؟ لأن يا أخواننا القرآن مربوط مع بعض، وربنا سبحانه وتعالى بيوري الناس الآيات عشان يعني يعلم الناس حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. ربنا قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده
والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحل. الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها أنه عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في بطن كل أنثى سواء كان من الإنس أو كان من الحيوانات، كل أنثى ربنا عارف الجو بطنه، عالم بما في بطنها، وما تغيض الأرحام إذا حصل السقط وما تزداد لغاية ما تضع هذا الحمل، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير الذي لا شيء أكبر منه، المتعال الذي قهر الجميع وكلهم خلقه وكلهم يفنون إلا وجهه تبارك وتعالى. بعد ذاك ربنا قال سواء منكم، أي واحد فينا، أي واحد في المخلوقات، من أسر القول في ضميرك واللي تكلمت به أو جهر به، ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل مدسي في ظلام الليل، يعمل صالح أو يعمل طالح، أو سارب بالنهار ماشي في الواطة والضوء بتاع الشمس، ربنا قال له معقبات. في ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وفي ملائكة بيحفظوه بأمر الله لهم أن يحفظوا هذا العبد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لو ربنا أراد بالناس ضر، ما في أحد يستطيع أن يمسك هذا الضر أن ينزل على العباد، وإذا أراد الله بقوم رحمة فلا ممسك لهذه الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لأن ربنا هو القهر والذي دانت له جميع المخلوقات، والذي ذلت له جميع الرقاب، وجب على العباد أن يعطوه حقه بأن يعبدوه وحده لا شريك له. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يريكم البرق خوفا، للزول المسافر من الوحل وإنه يتأخر في الشارع، وطمعا للزول المقيم يزرع وبهايمه يشبعن، وينشئ السحاب الثقال الملان المويه عشان الخريف يجي خريف تمام، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله. في ناس بعد ده عندهم شك في ربنا سبحانه وتعالى، ما دايرين يدعو الله براه، لما ينادي ما بقول يا الله براه، بيقول يا الله ويا عبد الله، ده كلام الله كده. قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، قال العلماء أي شديد الأخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه قوي شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. عشان كده ربنا بعد ما ذكر الآيات دي قال له دعوة الحق، العبادة حقة براو، والإنسان إذا لخبط الحقوق بيورط روحه، لله حق وللنبي صلى الله عليه وسلم حق وللوالد حق وللجار حق وللولد حق وللبهيمة حق وللزوجة حق، فإذا خلط هذه الحقوق فإنه سوف يكون مسؤولا. عشان كده ربنا قال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، من دونه يدخل فيها الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والصحابة وكل الخلق، والذين يدعون من دونه يعني البنادون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء
العلماء قالوا زي زول الواقف له في بير والمويه في قعر البير وما دي يدينه للمويه وبقول يا مويه تعالي، ما شال دلو رماه تحت عشان يرفع مويه، وراجل مويه تصل لخشمه زي ما زول ده المويه ما حتصل لخشمه. كذلك الذي يدعو غير الله ولو كان ولي قاطع وفي الجنة ذاته، ولو كان هو أفضل البشر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ربنا كمان سمى دعاء غير الله كفر، ربنا قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم تكون فيه السماء كالكثيب المهيل. بعدها قال الله سبحانه وتعالى دليل على أنه يستحق العبادة، قل من رب السماوات والأرض. شوف الآيات دي قوية وعظيمة وشديدة، كيف تطمن المؤمن البرفع حاجاته كلها لربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال قل من رب السماوات والأرض. الليلة الولد في المدرسة بقول له رب الأسرة منه اللي بيصرف عليكم، منه أخوك الكبير ولا أبوك ولا عمك ولا خالك المسؤول. رب السماوات والأرض هو الله لا شريك له. الليلة في كثير من الناس بيمشوا لعباد زيه، عنده اثنين عيون ونخرة واحدة ورجلين اثنين بيمشي له، يقول لها الشيخ أنا داير الجنة. باختصار ده ما حقه ولا بيقدر يديك ولا عنده ذاته عشان يديك. عشان كده ربنا قال قل من رب السماوات والأرض، منو يعني؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، ده كلام القرآن، ده لا كلام بتاع حزب، لا كلام بتاع طريقة، لا كلام بتاع جماعة، ده كلام رب العالمين. من أطاع هذا الكلام دخل الجنة، ومن عصى هذا الكلام فإنه يشكوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الدار يفلح يسمع القرآن. القرآن قال لي غير الله ما عنده حاجة، إن صالح، ربنا قال من عمل صالحا فلنفسه، أنت ما بيملك لك حاجة. ولذلك يا أخواننا من الضلال والشرك، زول يمشي ليه ولا حي أو زول ميت مدفون، غسلوا وكفنوا وصلى عليه وحفر له في المطمورة جوا ودقوا بالطوب والطين ورش القبر بالتراب وقال اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، وقال اللهم ثبته عند السؤال ودع عليه ويقول له أسمع فلان وين؟ يقول لك فلان مال مرحوم لأنه مات. بعد ده كله في ناس بيمشي يدعوه، يمشي يلف بالقبر، وكثير من النساء إلا ما رحم الله تمشي، وده في العالم كله للأسف الشديد، تمشي للزول الميت ما بيملك حاجة لو هو صالح لنفسه بينه وبين ربه، لكن أنت لا يملك لك شيء مع الله. عشان كده ربنا قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ربنا قال هل
في مخلوق خلق له حاجة من خلق الله. حصل يوم يا أخواننا لقينا سمسم أنت زرعته، هل بتعرفه مين أنت صغير؟ حصل لقيت سمسم خالقه مخلوق، عيش خالقه مخلوق، بقرة بقر ده كله حق الله، بس في بقرة واحدة خلقها مخلوق. حصل لقاك شكد ربنا قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فله دعوة الحق له التوحيد الخالص. عشان كده ربنا قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. دين الكفار ناس أبو جهل مشكلتهم شنو يا أخوان؟ قالوا نحن عندنا معاصي وذنوب، بناكل الربا ونغش وناكل أموال اليتامى ونسرق ونزني ونسوي الكبائر والفعائل، ولو مشينا لله عديل قلنا يا الله اغفر لنا ربنا ما بيقبلنا، ده كلامهم كده. لكن ربنا عنده أولياء ونحن دارين الأولياء ديل يقربونا لله. ربنا قال ده ياهو ذات الشرك. ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. ربنا سماه كذاب، الله ما داير واسطة، كفار، لأنه فعله ده كفر وشرك يجعل بينه وبين ربنا واسطة. عشان كده نختم بحديث عمر رضي الله عنه لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه، نتكلم سر ربنا بسمعنا، أم بعيد فنناديه؟ ولا بعيد يقول لك الزول ده بعد ألحق الزول ده ناديه قبل بعيد، ولا زول قريب نناديه؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. من رحمة الله بالخلق إنه ربنا ما عنده بواب، ولا زي ما بيعملوا الدكاترة الآن يقول لك كله اثنين وخميس أو يوم الجمعة إجازة أو بالليل ما تجينا، ولكن رب العزة تسأله في جميع الأوقات. عشان كده عمر بن الخطاب قال أنا لا أحمل هم الإجابة، في ناس بيستعجلوا، ولكن أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قال أنا مشكلتي بس كيف أدعو الله؟ يا أخي ربنا أدى إبليس الرجيم الملعون قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. ربنا أدى إبليس، أنت الإنسان المسلم الذي تعبد الله، الله ما بيديك إلى أن تذهب إلى مخلوق. ولذلك علينا جميعا أن نرجع إلى الله وأن نتوكل على الله وأن نحسن ظننا في الله. أنت التائب أنت ذات ربنا سبحانه وتعالى دايرك، أنت أذنبت ربنا عز وجل دايرك. ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما عملت من الذنوب، مهما عملت من المعاصي، بتوب وترجع إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يقبلك ويثيبك ويغفر لك ذنبك، ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى واسطة. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضايا يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم وصب علينا الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم وصب علينا الخير صبا صبا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.